مزيكا تقدمها لكم رولكس. ثلاث أساطير في أمسية واحدة في معزوفة فيينا الفيلهارمونية تحت إشراف ريكاردو موتي في لاسكالا. أوركسترا فيينا وموطنها المعتاد ميوزيك فيرين لديها تقليد طويل من العزف في معهد ميلان للموسيقى. يمكنني أن أشعر بذلك. أحضرنا طريقتنا في العزف إلى لاسكالا، وهذه هي الطريقة التي تتحول بها لاسكالا إلى موزيك فيرن. لدي ذكريات جيدة في العزف هنا. دار أوبرا رائعة، يمكنك الشعور بها عندما تدخلها وتلقي نظرة في القاعة. يمكنك أن تحس بالتاريخ. 2021 هو عام تاريخي لريكاردو موتي الذي يحتفل بمرور 50 عاماً على إخراج فيل فيينا، وعيد ميلاده 80 سيكون في نهاية شهر يوليو. لقد دعوته لإجراء هذا الحفل لسبب واحد. أردت أن أراه سعيداً في دار الأوبرا، حيث كان يعمل كثيراً، حيث صنع وخلق مثل هذه اللحظات الرائعة. في الحفل الذي جمع مندلسون، شومان وبرامز، اختار موتي برنامجاً ألمانياً للغاية. كنت أتوقع أنه كان سيختار المزيد من الموسيقى الإيطالية، لكن هذا قراره، وهذا أمر مذهل، لأن هذه المقطوعات الموسيقية يجمعنا بها تاريخ مشترك. 1877 في 30 من ديسمبر. إنها قطعة موسيقية جزء من حمضنا النووي. يمكنك الشعور أن برامز كان سعيداً خلال كتاباته لهذه السيمفونية. إنها واحدة من أفضل السيمفونيات. في هذا البرنامج هناك بعض اللحظات التي تشعر فيها بالقشعريرة. في سيمفونية شومان هناك هذا الانتقال بين الحركة الثالثة والرابعة. هذا بالتأكيد هو الشيء الأكثر رومانسية على الإطلاق. أنا أتطلع دائماً لهذه اللحظة لأنها مذهلة للغاية، وتجربة عزفها هنا يعد امتيازاً. عليك أن تدرك كم أنت محظوظ. أعزف في فيينا فيل، ويمكنني العزف مع ريكاردو موتي في لاسكالا. هذا أعظم شرف موسيقي بالنسبة لي. إنه حلم، وإذا كنت قادراً على تجربته فأنت شخص سعيد. قدمتها لكم رولكس.